لحد الان باقي ما عارفينش شي حاجه اللي اكزاكت. انا كما كتشوفوا انا باقي حدا حدا الانعاش، كنحاول نشوف الطبيب نسولو باش نعرف الحاله ديالو، وكنتمنى تكون الحاله يعني مستقره ومزيانه. هادشي اللي نقدر نقول لك. ما كاين حتى شي تدخل مسؤولين والو، باقي ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي اتصال. يلا الاصدقاء والاقارب هما اللي كيعيطوا. هادشي اللي كاين. مازال كنتسنى الطبيب ان شاء الله نشوفو باش يقول لي شنو كاين يعني شنو يطمئني في الجديد ان شاء الله. وكتبقى لي كل عام ما كياخذ دي كالمو عادي، كيقول راه غير البرد. هاد المره هادي كان عنده مونك الاكسجين، يعني عنده تنفس ضعيف.